بسوريا هناك حلوة كتير، بس شو فيها الحرب؟ خراب هناك. في حرب كتير صعب وما فينا بنروح نحن. قديش تاخذين يومي انتي مثلنا ولا قال ولا شلون؟ لا والله 6000. موفيت معك 6000؟ والله مين موفيت، بس شو بدنا نسوي؟ بيتنا معلم صار على الأرض. على الأرض. ايه من القصف صار على الأرض معلم. ومشينا بهالبرية بهالصحراء خير حتى ما وصلنا من بج على حلقة. نحن جايين جينا من الموت، ولا والله ما احنا ما عندنا بالنسبة لجيتنا هين. كان يعني يجي يجيب ركاب من سوريا لهون على لبنان على الخط يشتغلوا، ياخذ ركاب من هون على سوريا. من ايام الاحداث انخطف راحوا وفانات كثير. اضحك اب عم نشوف نشوف اذا خلونا نكبر البلديه شي 4-5 امتار زياده ننزفهم. يلا بس مع انه تثلج علينا الثلج مصيبه، هذا مصيبه. اذا بدها تثلج بدها تطب الخيمتنا نحن نوصل بدها تزل. ايوه ميت الشتي وقلب النهر علينا، بدنا ناخذ الكراسي وندفى شغل بس ما في مظبوط. جسفونا الدنيا جاءت راسه كثير.